اي زود يجيب حق البلد ما بلدي دي المفروض ما نشحن عشان نبقى واضحين. مجامله زمن المجامله انتهى، زمن الواسطات انتهى، زمن اخويا اخوك انتهى. بعد ده دوله القانون. والله ولا نمشي صح ولا نمشي منها في دقائق. اصل اللي في الموضوع ده ما في اي زول سرق له شيء يجيبه راجع. الاراضي في مشكله. كيف تمشي كيف بعد ده حساب وقانون. ما بنجرم كل الناس نقول المؤتمر الوطني كله فاسد. ما بنقول الان برضو عندهم كلام يقول لك الناس مستهدفين الاسلاميين. ما انا الاسلاميين، ما مستهدفين الفاسدين المجرمين المفسدين. ما مستهدفين وما بنخليهم. برضو الناس تكون عارفه احنا اول ما تم التغيير خطينا خطوات. اول حاجه امننا احتياجات الناس في السودان، والحكايه دي احنا جاي مستمرين فيها من بدري. برضو عشان تكونوا عارفين، في ناس يمكن في الناس اللي قاعدين دي عارفين، نحن اللي عند الان ولغايه اليوم كدعم سريع دافعين 1.27 مليار دولار.